مفيش حد هيقول للمال لا. انت وقت جالك مليون جنيه تقول لا؟ مليون دولار تقول لا؟ بس هتبقى فرحان، شوف الضحكه. بالظبط كده، هي دي المال دلوقتي بيعمل فينا كده. السعاده مش مال بس، السعاده راحت بال. انا عن نفسي كسعاده ممكن لو نزلت كده مشيت في الشارع انا سعيد عادي، مش شرط ان انا نازل واصرف وبتاع عشان اسعد. انا بحب الدنيا الهاديه دي، الدنيا الخفيفه بتاعت الناس دي. الصرف ذات نفسه بيخليك فرحان، الجنون اللي في ما تصرف كده بيكون بتبقى فرحان اصلا لوحدها. السعاده والرزق في الصحه، السعاده والرزق في حب الناس، السعاده والرزق في حاجات كتيره جدا، اخر حاجه فيها الفلوس. رضا او الحاجه، يعني الناس مش عايزه تعيش اكستريم غنى ولا اكستريم فقر، يعني البساطه دايما الوسط ده حاله جميله بالنسبه للكل. يعني الفلوس ليها دور كبير طبعا في حياتنا دلوقتي، بس برضك مش كل حاجه. ايه الفايده ان يكون معاك انت مثلا يكون معاك فلوس وكل حاجه بس ما فيش صحه؟